اليوم. وشو هيدي هاي حبايب تكيت فلوجز؟ ماما هنصور. خير ان شاء الله بالال بي سي ولا الام بي سي؟ ولو على اليوتيوب يا حبيبي، هذا الناقص. ما خلصنا من التلفزيون صار عنا يوتيوب. ماما خلصتي؟ معلش صور بقى. صور ابني صور، بس يستضيفوك بشي برنامج كبير تبقى لي. اصلا عملوا معي مقابله، طلعت على التلفزيون وشاهد. ما سمعت. نعم نعم. ولا شي، بس بدي بلش تصوير. هاي تشيكي فلوجز اليوم. الفيديو اليوم رح فرجيكم عادات الام العربيه الحنونه. هل عادات موجوده كل بيت عربي؟ فجاهزين؟ قبل ما نبلش الفيديو كيسوا جدوا على خلا، بس اعملوا لايك شير سبسكرايب. يلا خلونا نبلش. تشتري علبة الصابون ولازم يجي يوم وتخلص، بس عنا لا ما بتخلص. ماما خلص الصابون. لما بدي احط شيء بالمايكروويف بفتح المايكروويف، شيل الزيت، الزعتر، لازم شيل منه الزيت والزعتر. لكل امهات شكلهم مخربطين بين المايكروويف والبراد. وهلا بدنا نحط هيدي. عاملينه مستودع. هاد بس فهموني، مايكروويف ولا براد؟ كل شي مرتب بالمطبخ الا الصينيه، الا محل واحد. ماما وين الصينيه؟ وين يعني المحل؟ ما ممكن على محل حلويات ورا المجلة. ليك الصينية شو جابة لأني ما أبو محلة ورا المجلة؟ معقول ورا المجلة الصينية؟ لما الماما تطلب مني شي كل شي بالبيت بتحول اسمه لا هيدي وهيدا. ابني جيب لي الهيدي، هي فول هيدا. وات؟ شو هيدي وشو هيدا؟ لك الهيدي. ولازم تحذر شو هيدي شو هيدا. وين الهيدي وين الهيدا؟ بتعرف شي؟ انت كمان معاني من هالشي. خليه يفتح جوجل. جوجل what is هيدي and what is هيدا. what لما اكون منيح مع امي وإلا بساعدك بشي؟ ماما بساعدك بشي؟ لا حبيبي شكرا. اوكي. بس الصدمة بتجيكم بعد ثواني. ما حدا بيساعدني بهالبيت؟ كل شيء انا بدي اعمله لحالي. لكن انتوا بس المهم تشوفوا البيت نظيف. وات؟ انت بس العب وكل الشغل بالبيت علي. العب العب. لشوف اخرتها معكم. إعادة التدوير ببيتنا أساسية لأبعد الحدود، كل شيء له محله. نشكر الله ولا شيء عنا بينكب. الحمد لله الحمد لله. مامي هاي البلوزة مشقوقة وصغران علي، بدي كبها. أوكي نعم هات لهون.
قال بده يكب قال وانه انا قاعده على بنك وما عندي خبر. The next day. فلوستي فلوستي بس تكون عم تدور على شي وما تلاقي. تجي ماما السوبر وومن. هات شو وات وبيلتقى لك بيلتقى او شو هيدي جيكيت بلو. اه يا حبايبي يلا 3 2 1. او شو يا حي يا الله شكلك كثير كمان عارف. 3 2 1. يا حبيبي هذا الناقص خلصنا من التلف. ما خلصنا يا حبيبي هذا الناقص ما خلصنا من التلف. خلصنا صور صور ابني وبس يستضيفوك بشي برنامج كبير تبقى قلي اجرا كتير حلوة. معلش اسا يستضيفوك كتير صعب الكلمة. يلا 3 2 1. ما خلصنا من يوتيوب صار ما خلصنا من التلفزيون صار عنا يوتيوب. 3 وهي صار عندك صالون مع اغوى اغوى. ما عندي خبر او ما عندي خبر. اي ما عندي ايدنا نحن قاعدين على بنج وما عندي خبر. اوكي جماعة فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم. اول شي وصلوا الفيديو لل 100,000 لايك وتاني شغلة شكرا لكل ام اول شي ماما على هيدي وهيدا. قبل ما ننهي الفيديو اذا انتم جداد على القناة ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. شوفكم بالفيديو الجاي. باي.